السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا من سوق ثلاث ولاد سي بن داود. اليوم 14/3/2023، دبرنا على الرحبة تاع الزرع والاعلاف. شحال هادي ما درنا لكم اثمنه، رجعنا باش نشوفوا الثمن فين واصل ونقربوكم من الاجواء هنا في السوق. نشوفوا حاجه، نتمنى يكون داك الشيء نقص، اسمينا تكون نقصات وخير ان شاء الله. ندوب فارينا قمح، فارينا نقصت ولا زادت اخويا؟ كاين شحال واصل السوق باقيه هو ياك؟ شحال داير فارينا هذه؟ بان 90 4 درهم ونص الكيلو. هذيك بان 95، هذيك اللي قدامك بان 105، هذه 105، القمح 125، 125، العدس، العدس 500. والعدس، العدس اخويا بعناه ب 500، 500 زايده العدس. العدس زايد شويه. كمل معايا الشعير فين واصل في السوق؟ واخا حتى ما دايرش وصل 4 درهم الشعير، داير 4 الشعير المليح غليظ 4 درهم الشعير المليح 4 درهم ونص، والقمح مليح كاع مليح 115 6 درهم. هذا اللي عندك تمليح ديال برا؟ ديال برا. اخوض انا كلو ارجع لي شحال 105 كل ما كاين 105 انا با نزيد انا في السوق طلعت تعال علي. العدس هو اللي مزيود قلت لي؟ العدس طالع شويه. اخوض الفول تاع العلف، الفول ديال العلف اخويا ب 190، 190 9 درهم ونص. وهذا الفول يا اخوان 9 درهم ونص. صافي يا سي عبد الغني، الله يحفظك اخويا كريم، كنشكروك. الناس قالوا لنا دير لنا الاعلاف او من الاسمين اخوت. يلا تحياتي لكم، نمشيو ولا لقينا شي حاجه اخرى ان شاء الله نديرو الانسان. الله يدير خير، الله يسهل على الجميع. واللي بغى شي فول ولا شي حاجه نخلي لي النمره تاع كريم، يقول لي يخلي لي كومونتير ونعطيه. ولكن اللي شاري الله يسخر. الثمن شحال؟ 9 درهم فاصلة 3. والعدس 300. شحال هذه سهلة؟ باينه صافي ما بغاش غادي نبقى. وسيد شحال اخويا؟ شتي ديك 10 و5 انا ما كنديش عليها. الله يسخر، تسكت معقول. شحال؟ 350 سي عبد الله. 350 ولكن حمص مليح. لا مليح مليح، كرافات راسو ما عاودوش عليها. 350 الشعير تا هو 90 رمضان دابا قريب. بنادم خير تقدا، خير تقدا بنادم. ها الشعير 350، 17 درهم ونص. هذا حمص ولكن راه مليح تبارك الله. مليح. واش من منطقة؟ اش من منطقة؟ بلاد بوزير. الشعير 90 هي لسه. شحال اخويا الشعير له؟ دوم معاه طريق راهي. الشعير 85. 85 ديال بلبولة. ديال عطيهم النمر الا بغا شي واحد الشعير. خليو الرقم ديال، زيد عندك الشعير والحمص صافي. القمح الا بغا شي شوف شوف، عطينا القمح نشوفو. الله يحفظك، جيب شي كمشه، جيب شي كمشه. هذا القمح ديال البلد.
هذه هي القمح تاع البلاد نشوف. هذا القمح تاع البلاد. زين تا هو شحال الثمن؟ 130 6 درهم ونص. 6 درهم ونص. ولكن هذا هو احسن قمح كاين في السوق. هذه هذا من داوي ما والو. ما نداويش. يلا خلي لنا خويا طارق الرقم. هاي النمرة 0628 0628 64 19 نبينكم معايا ولا؟ نبقى القمح فايات ولا شنو ورا نشوفوا. الله يسخر الله يحفظكم وكنشكركم بزاف متتبعين ديالنا. الله يسهل عليكم. لا بغا فيها شي واحد ديال القمح نديو ليه. ها هو الله يسخر اي بلاصه توصل اي بلاصه نديو ليه. يصيفط لكم ولكن يصيفط لكم الريالات النمر عندك راني فاش صافي. الله يسخر الله يسخر اسيدي. الله جبتي سي كن طاري مغيب. تبارك الله عليكم. لا اخوان بالنخاله هنايا شحال؟ 15 15 100. صافي نقصت نقصت هذه اخبار بعدا مزيانه. هذه الاخبار زينو نقصت الحمد لله. غنجيب لك قنوه 40 كيلو ب 75 درهم. خذي البث. يلاه خوت هاي نخالة 75 درهم الخوت ثمن تبارك الله ولا مزيان. اخويا محسن في الاخر نخليو الرقم ديالك اللي بغى شي نخالة ولا مرحبا اللي بغى شي سطوك. مرحبا صافي كلشي. شنو اللي نقص غير من غير النخال؟ السكاليم وداك السكاليم والشمندر تا هو باقي نقص. الحمد لله. يلا نمشيو نكملوا معاكم الجوله اخوان في هاد الخبار المزيانه اليوم. الحمد لله. الخبز 66 نمشيو نكملوا مع يونس. كمل معايا هذه ديال الشعير. ديال الشعير شحال تاهي؟ هذه دايره بحال الف ريال الخيشه 20 كيلو. 20 كيلو 50 درهم. هذه تاهي كتخلط مع العلف. تاهي مع العلف. كلشي البقار غلا من كلشي. بحال بحال التبن. بحال التبن مطحون. التبن مطحون. صافي. بحال التبن مطحون. نبداو على اليمن ونجيو اخويا يونس الله يحفظك. الشمندر. الشمندر. ديال اش هذا عاد التسمين. بحال 90 ريال. 4 درهم ونص. شحال كان هو؟ بحال هو راه كان 5 درهم. كان 5 نقص شويه. دابا باقي غير السكاليم اللي باقي داسر. علف متوازن الابقار حالو بشحال تاهو؟ هذا بحال داير سكاليم. بحال داير 4800. 4800 هذا ما نقصش. باقي 50 كيلو. هذا 140. ياك هذا 50. هذه 50 كيلو. 50 كيلو. 4600. 640. تا هو 50 كيلو. تا هو 140 يا سمونية هذا. الساحل. إيه. هذا إكرام. نخالة بيب. هذه نخالة بيب. شحال؟ هي بقى زاكية بلاصة. الثمن؟ دايرة 75 70 ريال. 75 70 على الله تقرب للستينات. واو. الدرام قرشنا خويا. الدرام قرشنا 90 ريال. هذا؟ هذيك دارينا من قرشنا. تا هي 70 ريال. 70؟ هذه تا هي 70 ريال فارين. فارين 1000 هادو. 1000. صافي دونك درنا على كل شيء. التخليطه هذه اللي باقي. التخليطه واه. هذو دراري محالين. هذه التخليطه هذه. شحال؟ هذه دايره بحال 75. 75. 75. يلا خلي لي الرقم ديال يونس ديال المحسن 06 076 76 87 20 21 20 21. تبارك الله عليك. هذا راه ديالنا سجلينا وتسعديه
هذا هو ندير المولي العالي. لا بيا لي ندير المولي العالي. عمل لي قال لي النمرة. عاود النمرة اخويا يونس. 076 076 78 20 31. الله يسخر اللي بغى شي ستوك تاع النخالة يعيط خويا يونس. علاه راكم شو اسمينا؟ الحمد لله النخالة 75 درهم 40 كيلو. هذه هي احسن اخبار اليوم غنسمعوها. تحياتي لكم كبيرة من سوق 33 سي بن داود. الله يحفظكم. هاركم مبروك الخوت. الله يدير الخير. الله يسهل على الجهه.